فيقص فريق ميلان شريط مشواره في عام 2020 عندما يستضيف سامبدوريا في الساعة 4 عصر اليوم بملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الكالتشيو في مباراة تشهد الظهور الأول للمهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بعدما أعلن ميلان عن التعاقد مع اللاعب صاحب 38 سنة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ولمدة 6 شهور مع إمكانية تجديد التعاقد بين الطرفين لمدة موسم آخر. وعاد إبراهيموفيتش إلى فريق ميلان واللي سبق ولعب ليه ضمن صفوفه ولمدة موسمين ومن خلالهم قدر أنه يحرز لقب الفريق في الدوري الإيطالي كالتشيو في عام 2011 ده غير كاس السوبر الإيطالي كمان. وبيعيش ميلان موسم في الدوري الإيطالي حيث بيحتل المركز 11 في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بينما بيحتل سامبدوريا المركز 17 برصيد 15 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة. متعة كبيرة جدا اكيد هنتابعها دلوقتي مع الدوري الايطالي بوجود واحد من النجوم اللي ثقته في نفسه بتصنف بالغرور ولكن يستحق ان هو يكون عنده هذا الكم من الغرور والثقة في النفس بتاريخ كبير جدا ومتعة اكيد هتكون بتزداد بتواجده في الكالتشيو.